طيب هخش دلوقتي على الملوخية بالفراخ. ابقى كداب لو قلت ده انا هسوي فرخة دلوقتي في الطايم بتاعنا ده كده. الفرخة معايا هنا اهيت، معاها جزر، معاها كرفس مدلعها يعني، معاها فصين توم، وانا بحب البصل السليم اللي جوه الملوخية، عشان كده المساعدة بتاعت المشاهد حاطه لي بصلية سليمة اهي، على اساس ان انا هفطر يعني، واخد بالك اهي. دي تبقى جوه الملوخية ما اقولكيش ملبن، دي بحبها جوه الملوخية. يعني بعد الملوخية ما تستوي تسقط جواها كده، بتتلخبط ملوخية واكلها وصدوتها تبقى لطيفة قوي على فكرة. والفراخ عندي جاهزة والشوربة جاهزة. نبدأ نجهز شوية الملوخية بتوعنا. طاسة على النار، حلو الكلام اهيت. ونحط لها بصلة ناعمة كده. دي الشوربة بتاعت الملوخية. ايه الأخبار؟ زي الفل. هعمل هستخدم معلقة سمنة. حلوة؟ عيني دي ده المطبق عيني حلوة حاضر. هنخليها هنا كده. دي اهيت كده زي الفل. وعندي بصلاية ناعمة. عندي طماطمية مبشورة. عندي فص توم. دي أدوات اللي هي الملوخية بتاعتي. حلو الكلام؟ باخدهم كده. طبق الملوخية بتاعنا ده في أي مكان بيتكلم مصري، ولكن مفيش اتنين خوات توأم بيتفقوا مع بعض في عمايلها. مفيش اتنين شيفية بيتفقوا مع بعض في عمايلها. البعض بيحمر البصلاية، البعض بيحمر التومية، البعض بيحط بصلة مع الشوربة بتاعتها وهكذا، ولكن مفيش اتنين بيختلفوا في إن التومة مع الكزبرة الناشفة هي طشة الملوخية. يعني ما ينفعش يا مغازة أعملها بالكمون، يعني ما ينفعش اعملها بزعتر، لازم كزبره وزبده وسمنه. دي الطشه بتاعت الملوخيه، كزبره ناشفه مش خضره. اخواننا الشوام بيستخدموا كزبره خضره. استنى على البصله كده لما تتحمر زي الفل. وعندي شويه شوربه حلوين اتوصى بيهم، يعني اشتغل عليهم، يعني اهتم بيهم. هنسيب البصلايه والتوبك كده يتحمروا شويه عشان ناخد الشوربه نصفيها عليهم. وعندي الملوخيه يا اما في حاجتين بتجيبيها بتخرطيها، وده الافضل طبعا، يا اما انك انت بتجيبيها مجمده وتفك. ايه المشاكل اللي بتحصل معانا؟ اتزنقنا في المطبخ، بنطلع كيس الملوخيه ونحطه في الميكروويف او نحطه في الفرن، ده غلط. عمر الملوخيه هنا ما تمسك معاكي، هتقطع منك. الملوخيه عشان تستخدميها صح المجمده بتجيبيها من عند الراجل بتاع السوبر ماركت، تتاكدي ان هي قطعه واحده. الاعتاب متكسره في قلب الكيس ما تاخدهاش، دي معناته طلعت من الفريزر او الكهرباء فصلت، قطعت ورجعت تاني. فده غلط في الملوخيه. مع السبارخ ممكن يمشي الحال، الملوخيه بالذات حساسه. لازم تجيبي كيس الملوخيه من السوبر ماركت يكون قطعه واحده ماسك نفسه زي كف الايد كده، تروحها على البيت تخليها تفك براحتها. مستعجله حط الكيس في ميه سخنه، الكيس كله مع بعضه في ميه سخنه، بس ما تفتحهوش. اوعى تحطها في الميكرويف او في فرن وتقولي ان انا بفكها بسرعه، انت كده بتاذيها. الملوخيه معايا اهيت، لسه ما حطيناهاش في الشوربه. بسم الله ما شاء الله، اطلع بقى لغايه الكريم فوق. حلو الكلام. الشوربه بتجهز معايا زي الفل. اخبار البصل ايه؟ بدات اشم ريحتها مع تومه. ناخد الشوربه بتاعتنا الحلوه، اللهم صل على النبي. مهم جدا الشوربه هنا تكون لها شخصيتها. يعني يا شيف يعني فيها الطعم، فيها الحبهان. عينيه. دي مش الطش، دي الشوربه بتاعت الملوخيه. طشه لسه هنعملها قبل المغرب بخمس دقايق. الشوربه الفرخه دي سمينه، مدياني شويه سمنه وشويه بيون حلوين قوي، شم ريحتهم. اللهم صل على النبي. بس خلاص هناخد الفرخه الحلوه دي نحمرها، بس اسيب الشوربه دي تغلي على النار. واسقط الملوخيه فيها وتخليها بقى على نار هاديه بالشكل ده كده اهو. الله. بس واقفل النار عليها، اوعى تخليها تغلي. بس خلاص فرخه صغيره شامورت، دي ما تعديش 750 جرام. يعني دي تحطها قدامنا كده مع شويه الملوخيه وشويه السمبوسه بالجبنه او باللحمه، فطار اهي. طبعا هدخلها الفرن، حاطط عليها مكعب زبده كده تاخد لون مع رشه ملح ورشه فلفل. انا بحبها كده. ممكن انت تحب حاجه ثانيه برضو، انك انت تاخديها تقطعها اربع وتحمريها في معلقه سمنه كده مع شويه ملح حلوين. بس انا عاشق للفراخ المسلوقه مع رشه فلفل ورشه ملح. ايه اللي على الوش ده يا شيف؟ دي شويه فلفله حاره او فلفله حلوه مديها لون. الفرخه دي معايا زي الفل، والملوخيه على النار جاهزه. هعمل لها الطشه واقدمها مباشره.
شلتها من النار، والطاسه بتاعت الطشه معايا زي الفل اهي. نعمل مع بعض طشه الملوخيه. الطاسه دي هنا زي الفل. ايه الحلاوه دي كده؟ هتعملها بالسمنه ولا بالزبده ولا بالزيت؟ هعملها بالسمنه البلدي. القطايب بس الزيت يسخن. حلو، هنحط هنا السمنه البلدي اهو. الله، هنعمل دلوقتي احلى طشه. العب. نحط التوم، كل ده يبقى جاهز مع بعض. اللهم صل على النبي. نحط الكزبره الناشفه، عشان كده قلت لك طشه الملوخيه تتعمل قبل الاذان مباشره. دي كزبره ناشفه، دول يتقلبوا مع بعض. توم، زبده، سمنه، كزبره ناشفه، كل دول يتحمروا مع بعض. نبص على الملوخيه بتاعتنا، الاخبار اهي. اللهم صل على النبي اهي اهي، زي ما هي كده. تقليبه واحده، ما تغليش، تاخد غلوه بس مع الطش. وعينك على التومه ما تحمرش منك، خلي بالك. وما ينفعش تعملها بزبده، لو عملتها بزبده هتسود لك الطشه. طشه رمضان غير طشه الايام العاديه، تقدري تقاوميها؟ صعب يعني. يعني قولوا الله يكون في عونك يا شيف. كزبره ناشفه مع تومه وسمنه بلدي. التحميره دي مهمه جدا. هتن وراها كده لغايه لما تاخد لون بني فاتح زي الفل. تمام. نعمل ايه يا عم الشيف؟ يلا نصلي على رسول الله. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. نرجعها تاني زي ما هي كده. بس خلاص، خلصت الملوخيه. ما خدتش دقائق معدوده. عندنا طبق التقديم بتاعنا زي الفل، شويه ملوخيه بيتكلموا مصر. ونشيل القطايف دي على جنب كده، ونحط المكرونه البشاميل كده، والملوخيه بتاعتنا هنا كده. طشه قويه. قطعت؟ لا. الملوخيه تتغطى وهي على النار؟ لا، خلي بالك. قلب الصغير لا يتحمل. البصلايه جوه؟ لا، البصلايه اهي. الا البصلايه دي يا شيف مغازي، ده انا عاشق ليها اهي، هي دي اللي بتكلم عليها اهي، في قلب الملوخيه. يلا، الفرخه بتاعتنا معانا زي الفل.